الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. وكتاب جاني تذكرة السامع والمتكلم وعين كجرني فصل كيس الدحات بين كجري في آداب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته أفريته أنبيها إذا تيشانات بين كل حجرني وعيلا ذين وعلي شيخ وكذلك لا يلقي إليه كذلك مركا الشيخ كتور ما يؤقر سين ما يأرضي ما لم يتأهل له وحن وإهل وحين لأن ذلك سيبدد ذهنه ومسكح ذي سيء يمرها كرك حين أيام ويفرق فهمه وفهم كيسين وكرقين أيام فإن سأله طالب شيئا هدو أرضي من ذلك كاك وحكم ذا ويديو لم يجبه جواب ما يوم ويعرفه وحنو قرنسينا يا يوشيقيا أن ذلك يضر كاسين ديبا يو ولا ينفع وان منفعين وأن منعه إياه منه الدين ماذا ودي ذيانا لشفقة عليه ولطف به إنا إن حريس يو تريد أي طايب أما وأن منعه الدين ماذا ودي ذيانا إياه منه شفقة عليه ولطف به إنا أي طايب أي يوشيقيا لا بغلا عليه انك كبا خيل يا اني اهين ثم يراقب عند ذلك وحو مركا جعليسين يا في الاجتهاد والتحصيل انه اجتهاد وحصل ليتاهل لذلك وغيره سو تا يا غير كيد باهل نقضوا وقد روي وحل وري في تفسير الرباني انه الذي انه يهيك يرب الناس تذهب تربيين يا بصغار العلم علم يكيس يرير قبل كبار كيس وين كور وحوليها شيخ واكين يلي حدي ورد يي طالبك علومته وحكم اذا ويديو شيخ يارو كبا خيلين هدو اهلو يهي علمي اي وحا ويدينيو لكن وكذلك لا يلقي اليه كذلك ساسو كلا يعني وشيغي مايو او كتوري ماي اردي ما لم يتأهله وحلو اهل وحين مسائل الان مركا قادي كرينين او داخل يعني اما يعني سوروين كذا ايه تفاريع ذا ايه اما وحيالها يقال لسانو قاذي كرين هدو ويديو كتور ما يوشيق ما يو محيلا لان ذلك يبدد ذهنه يعني مسك حديثة ايو مركز داخلك حين ايام ويفرق فهم وفهم كيسينة يعني يضربو كلا تكسين ايام وحال لغي ابا مركز وحيالها لقود احتورو إنه دايل هذا واحد واحد منها كبق يوم كريسان ما هي فرها بك قاب أيال أركا مركا ذهن جيسي أيو مركا خلاك حين يفهم جيسي أيو كرقين يا فإن سأله طالب شيئا من ذلك حدو أرضي ويدي وحكم ذا أرمها أرمها أنو يمكا قادي كرين أنو سوريس كرين حدو وحكم ذا ويدي لم يجبه وقال جواب ما يو وما جواب لأنت أصبحك أمس يا أمي ويعرفه وحرقه قرنسين أن ذلك يضره ولا ينفعه حتى مسائل كهدين لقوه شرحه أو لقوه شيئا ويكون ما يساونه وحبك وانفع ما يسوي لي واتكوه رئي رئيس أمو لي إسكدا إنتا يرى مطر يرى إنتا لقوه شيئا إنتا نقايب أمرك أسيف عنه فهم أيو أرانيا لكن الدين مسائل كهي سورين تيذي وحا نحق الله وحوا يدباتي كو كيرسا وحا نفعي كيل ميسد وحكلوا قرنسينيا وأن منعه إياه منه ديد ماذا ودي ذي مسائشة يدحق الكوذنا لشفقة عليه ولطف به إن حريص وإن حريصان يطرد وقتل يأتي أما شفقة عليه ولطف به لا بغل علينا نكيب بخيل إنه بخيل ذو كيب بخيل يا أنا هين مركا وإنت أوش يقوم ثم يرقب عند ذلك حتى نكاك تيذا وحش علي سينيا في الاجتهاد والتحصيل إنه اجتهاد يحصل سمايو ليتأهل لذلك وغيره كاي غير كده بس يهرب من غضو واد جاري دون تام مثلا يكاي مكادي ويدينا يسأل صوص عدا واد جاري دون تاي هذا إجتهاد يحصلين سمين سيادو قادة قوة لكن هذا ذي مكإجتهاد يتحصيل سمين ويدو كان مكادو الجوكتنا وحبك فايد ميسد كان جاري ميسد سياد مركا كادي ويدينا يسأدو قادو إمك إجتهاد يتحصيل سمين بورانية وقد روي وحل وري في تفسير الرباني رباني وكسا أروري آيات القرآن كا في سورة آل عمران سيارية تضباطا
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون رباني عيدا خسارة ريب ومعنى آيات نووية هاي نبي الله محمد بن مركي أقارب كوية ذينا إلى ذن واحد دون إسادي إلى نكعابدنه مركان سائل هاي وحليا ما كان لبشر بشر يبني آدم وما يحبونه وما يسقنان أن يتيه الله الكتابة إنه إلى هاي كتاب سيه والحكم حكمة إنه سيه والنبوة النبي النبو سيه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله كذب نوي إلى هذا أنا أضامين نقد إلهي سكدي وحسور تقل معها بشر يبني آدم كسور تقل النبي محمد هذا الكسد ولكن كونوا ولكن يقولوا وحسا أرانا يا كونوا ربانيين ربي ليال نقضى كو ربي ليال او الهي الدين دي سمركا كو دقان وقاب صدى النقضى بما كي يعني رباني يقول نقضى كنتم هذين تعلمون الكتابة ده هو كتاب خبره يو بما كي سبب جاكوتم هذين تدرسون كو أخرى مركا رباني كونوا ربانيين وحال اللي هو الذي يربي الناس وخدته خد تربية ذين يبي صغار العلم علمي كي صير قبل كبار كيس وين كور يعني وحن مكا دي أرضي دي لوغة برابة يمركا ألف إساس هكاد دي إساس لوغو وضا وحوه يقفق حدي حلقة وغو دمب إساء أمكا وغو لغة برابة أحبا بران مايو سيدا چران جرد ودا إتاه وصوغة برابة إساس لوكرا يو علمي روان نوع آسو كرو كيس ير أيا مركا قفق لسين إيا كيس وين مركا كور أسادس قال لي هذا يحرس وينو كده دالو على تعليمه بريد ديسا وتفهيم يفان دين ديسا ببذل جهده يعني أود ديسا بحنت هذا وتغريب المعنى له إيه معنى وسودوين ديسا من غير إكثار إكثار يبضين لأنتد لا يحتمل دين المسيح ديسا أنا قادين أو بس أمفد لا يضبطه أن كوب حفظ جيسا ويوضح وعدين لمتوقف الذهن كما سيعديسو أي تاقين ديفان جيسو أدقهاي العبارة عبارة يوعدين ويحتصب إلهي بمركة أجرك قدواني إعادة الشرح لو شرح وقوع علينا أيوه وتكراره ويه وقوع العلينته وحي الله ينعو لماذا أسادسو أدبك أما النوع لحاذا شيخ الله قرب وحوه يعني يحرس على تعليمه أرضي وحبري ديسا وينو كد ذاله وتفهيمه يفهنسين ديسا سيو قد يعني ببذل جادين أود ديسا إيا كران كيسا وكب حيو وحي أود يا كران وهي وكب حيو وتقريب المعنى لو يمعنه سودويه وعو أود الله يهي وكب حيو يمعنه سودويه من غير إكثار إسوا كب ذين إن بذين لا يحتمل الذين المسكح ذي سؤالي قاذين أو بصر أما بصر يفذي كربح لا يضبطه حفظه أن حفظه كيسا يكر كقبشي سأنو كوبين سدا أين وذا أجنهي وحوي إمك علوم تاع ويكلا يريهنا ويكلا هو سيار بل مثلا إمك حديث جاو كره دي 40 بالقى براب يايو ابن أبي شمرة لقوا حكسين يايو بروق بالقوا حكسين يايو رياض بالقوا حكسين يايو ساسا مرك الله وضيع فقه جيبا ينوقنا مرك السفينة لقى بلاب يا أبو الشعبر ساسا الله وضيع يعني النحو ذي ما ينوقنا أجنبي بالقى بلاب يا عمري دوار يسمو الحال ساسا الله وضيع وحوية مركا قف جيدة بلوغة همركا لبرايو وإنا لقبة دينين وإنا بسيطة إيا شرح مركا سعان لقبة دينين وإن لقودة دالا يعني وحا أقران منتا ميشو يالين لفهنسيو وحا در قيسا جنين شاخو وحاقرين ايو أدنو دينو مركا استعراض إيا مركا أقوان تيسا مركا إنو صبان ديجيو isagoo ajruumi dhigaya ayaa laga yeebay inuu alfiyo ku sharaxay abiyadeedii soo qaato isagoo safiira dhigaya laga yeebay inuu minhaj soo qaato laga yaabo marka intuu de wax yar oo 2-3 layna inuu marka muujid iyo mahiyaan ku sii daayo isagoo de isuu tusay marka aqoontiisa iyo yaani suu leeyahay marka taas waxa liyaaliye waxay ardaygu faa'iideeyaysa ma jirto bal isagoo marka wareeray oo waxba ka fahmin ayuu marka meesha ka gacaya waxana dhacaysa inuu intuu de wixiba qaban waayo iskaga wataba laakiin marka waxa yar ee fudud la qabadsiyo ee inta marka laga dhaadiciyo uu macaananayaa uu ku celcelinayaayo yaqni dhiri gelin bay marka uu noqonaysa marka runtii waa usluub dadka waxbaray yar aad yahay xad ay u kala duwan yihiin
marka waynaan lagu badin badinaan marka masiixdiisa wa qaadaynin fidin marka aanu xidhin kareyna waynaan lagu sameeynin waa in marka inta uu suurta galay marka hadba u dhigarayo waa in lagu koobaa ويوضح لمتوقف الذهن كام يعني أن فهم كيس إلهي بلدتك فهم كوديس ولا مدباها مدبا يعني فهم كيس يقر الشديس وعي آد فاقتا يوصل ريسا وحل مروح الله شاك يقر ريا مدبا أوبا هم مركا إنتا سوچير إن لوغو عليوك كالذهن كيس يمسيح ديس وتاقين ينفهم كيس وصرينين وإن لو عدي العبارة عبارة وإن لو عدي سعد وحلوغو شاكا ويحتصبو أجري يا أبا المريم بو إلهي كقدوني يا إعادة شرح له شرح أقوع العلني وتكراره يا عشر كأوسع العلني أنا وإنه إلهي مركا أجري كقدونا ويبدأ بتسوير المسائل وحكم بلا أبا يا أبو الله يهي شاق مسلويك إنه صورة أيو أو عدي أيو بركة ورا الصورة ده مسألة أيو شيء ثم يوضح وحكم عدين يا بالأمثلة أمثلة يتشالة وذكر الدلائل الدليل هذا الشيء قدوه ويقتصر وحقوق أبصر على تسوير المسألة مسألة سورد هذا وتمثيل أي تسالين هذا لمن لم يتأهل كان أهلها هين نقل من لفهم ما أخذها القصة قاتفان كذا يو دليلها دليل كذا وعلي علماته أما الشيخ وحليه ويبدو وحقوق برابع يا شيخ بتسوير المسائل مسألة كأنه صورة أيوه ولا صورة مسألة وحركة لأن وعينك ثم يوضح بالأمثلة ده تلوح كوع ديني مثال قد صالح رأي تساليه دروا أساس وكرين وذكر الدلائل إيا وحيد دليل لأهي مثل هذا المركع إلى هيدو الشيخ ويقتصر وحكو قابسر يابولي على تسوير المسألة مثل هذا ينو صورة وتمثيلها ينو مثال لمن لم يتأهل كانها الوهين لفهم ما أخذها هلقا لغا سوقا تفان كذا ودليلها إيا دليل كذا هدوق في سكبلة ويهي او يعني هلك مسلدا لغا سو قاتاي دليل كيديو انو غرانينن وا ان مسلدا سن لو سوريو مثال كيدنا لسيو هدو مو مركا او سي كورديو تا كلا نغاري دونا ويذكر الادله وحو شيغي يا ادلدا ودليل كان والما اخذ يا ماش لغا سو قاتاي لمحتملها كي مركا قادن كراي اي سورتغل اسغه وهيد ويبين له وحو عدين معاني اسرار حكمها يعني حكم هذا سراء يعني حكم هذا أسرار تأيل هذا معنى ياش هذا وعلالها علوين كذا وما يتعلق يوحيك تعلق بتلك المسألة مسألة ومن فرع وأصل فرع يا أصلا وحولا يشاغوا ويذكر الأدلة والمأخذ وحو شاقي دليلك يماشي لك سوقها طيبة لمحتملها كيس وقادن كريي كي أقول دي سؤال إيش الرئيسي الدليل كي يهال خلق السوق قاتيو عقوب سر واحد سر الجرانية أقول دي سؤال كي جالس ده هو شيء ويبين له ولي به هو عدين معانيه أسرار حكمه وعلالها إلوين كذا هي حكمة دا كتشر تم السر دا سرها هي معاني دا إلا ضحي أي شيء وما يتعلق بتلك المسألة هي مسألة دا واحد لحد إذا من فرع وأصل واحد مركها أصلها أي مركها أصل كذا هي وحف فرع عيدها كسي فرع ما أيو شيء ومن وهيم فيها إذا مركها كقل دنتي في حكم أو تخريج أمام مسألة سارد أو نقل أمام سجورين تادنا وحوينا كعدين بعبارة حسنة حسنة الأداء عبارة جد الشدة أيوان أحسن دايم بعيدة كفج عن تنقيص أحد من العلماء عد علماء كم ذا نقسامين تيدم ويقصد بذا ببيان ذلك وحو قص بذلك الوهم ببيان ذلك الوهم وهم قاعدين ديسا طريق النصيحة طريق النصيحة يقصني وتعريف النقول الصحيحة هي النقوش الصحيحة جرنسين تهذا ويذكر وحو شيء ما يشابه تلك المسألة مسألة ذا وحو شبهها ويناسبها أي مناسبها وما يفارقها أي وحمرك فاروقي أي ويقاربها وحمرك أودواني يبا ويبين روح عدين ما أخذ الحكمين لبدا الحكم ماشى لغا سوقاتي والفرق بين المسألتين هي فرق يود حي لبدا المسألة ألقان مسألة رندي مهمة هو يعني إن بدنا مركا دي علماء مدد متعالمين وما أنت علماء إسكادقيا أي مركا كوقل دمين أي مركا ألقان شيخ ونوو شيخيا وعيلي ويبين لهم هل قاسي اللحنين دا
وحكالو عديني ومن وهم فيها عدي وهمي كوصة بيسي مركو مسالة ويا رمان وكاد ليو يا حون كان يا مسالة وكاد ليو عدي كوكال دانتي في حكم الحون عدي كوكال دانتي او تخريج الامام مسالة تخريج يدي سو ساردد او نقل الامام مسالة سو جورنتد عدي مركا كوكال دانتي وهمي كوصة بيسي وشيجي او حوران مركا الشيخ بالباب مسالة حون كذا كو خطايا او صواب كذا رواسدا اما التخريج كذا يسو سارد دا اما بان نقلين دا يسو قورين تادا يعني شاقا ساا كو وهمي او كو قلدبي بوران بعبارة حسنة الأداء وحو كو شاقي عبارو يعني أداء كذا يقودين دا يشاقي دا ايوان اكسنتهي بعيدة عن تنقيس احد من العلماء او كفق احد علماء المسلمين دا كمية نقسامين تيسا لأنه ولما وحو لا يهي ويقصد ببيان ذلك الوهم وهمي قاعد دين دي سنة وحو ويقصري طريقة نصيحة طريقة نصيحة دي مركز دين دي نوردك تأييو وتعريف النقول الصحيحة نقوشي يوحيالا لسو قرية صحيحة يعني داد كاينو قرنسي أيو قصدين مرها دو دوانا يو جددي سي قصد كيسو أيتهاي النصيحة إيا قلت كاينو براروشيو كي صحا هانا مركز ايراو موجيو نسيحة دا وقجيهدو مركز واينو عبارة وناكسن واينو عبرا اسكنا الاليا احد علماء المسلمين دا كم دينو تنقيسيو يعني شيخ هاسي مسالة دا واكو خطاي سواب كيدونا واسدا عدا سام مسالة دا نقلق عيكا ويكو قلدوين لكن سواب كواسي انت اصاك عقف فلان لكن انا شيخي مركز مسالة دا كوامي اللي قف بين ادمية بين آدم وآدم وحوية وخط أبو بني الله خط أبو بني الله هذه كتب دائما كعلماء المسلمين في القرآن لا يقعوا الله تبقلوا مدول بقلت بالك السهلية كل واحد يأخذ من قوله ويترك إلا صاحبه هذا قف يعني وكي إبن مالك لها النبي صلى الله عليه وسلم تلمامي مدك هذا الكي سوى الله قادا وانا لقيتك إلا صاحبه هذا مويانا قف كسا خد أبو لي عالم كسا خد أبو لي هدي الله أوروليا ولماذا بركة زلات كوديو ملك دعوه أو يعني لقو تعييري الله ويس قاديو إتسو حالي سامي ترتو بركة وإن أي نقطة مركة وشيددو إن نصيحة يوحي صح ده هين للشيخ ويحي قلت كارا للشيخ إذا مركة إن مركة الشيخ وحكا الشيخ تيين مركة تجعزي أنا داو عضو وحالي يالي وحدو قباها انت هاي ميترتو ومركة لكي قصت ونصيحة ينعاس ويهي ويهي وحين الله ياب خلوا حكمي أسنوي نكلا إلى شيخ الله إلى هذا أيام بدن يعني وانين تعقب خيال دبقلها كون أكسن إمام النووي كتاب جيس تسيح التنبيه أيو تذكرة التسيح التنبيه كسمي شق أيو دبقلها كتابه خد دبقرين مركزه وحرينه وأخضع في أول مسألة وأخضع في آخر مسألة مسألة ده وجوه الرئيس وهوقف يقول شاب مسألة ده دم يسنا وهوقف إمام النووي بشيء تسيح التنبيه لبدا مثلا مرك هذا يكتب سدو وشيغا هذا يكتب صحو يساس الشيخ ووقفي حضر كتاب كان كفايه النبي ابن رفع عليه هي او تنبيه هي سغره كو شرحيو اي الهدايه الى اوهام الكفايه بكلي هل مجلد او سغره انت كتاب قاد دبا غلاي وواخ لا وخه كو قلدبي او دون سو دغيو نفس المساله والنووي كلها اي اوردي انه اخذها في اول مساله واخذها في اخر مساله مساله دو قور يسيم سبب دم يسيم ووقفي انت دخله كو جيرتي اسكدا لماذا مثل ما وادي جس أسد وشيجي ويجي بنعاد مجر هدي لا دبق جرا يعو لماذا لي مك هدي لا دقيسة أما واحد قرآن الآخر خد اللي جوا أي مايو مرك هذه محاك ولا جدبون إن هذا خد أي جف جا وحي هذا ركتو أتلا هذا مثل هذا سوى خد سوى بكده نواصدا لكن إن هذا مرك شيخ هذا وحك شيكتو أو هذا مرك نقصامي صو أما يعني عبارة ده ولا يكسرين هذا صنع شيء تاسعيده لسانك أهل العلم يا حمد ماها أهل العلم يقول لسان يعرب إليهن لا يقانو لغة إليهن وناكسن وأن مركة تنقيسك يمد نبأني كجرين أي كم مقارسة النسيحة وناك وأنا منهج كماندا يعني عالم إسلامي كجر منهج كم مقضوي ضد يعني أي كجر مركة يمك الدين منهج كوضبا والنقضي يعني عدة صار الله يسقاطين أيام أبا يعني عدة سابركة الارتيدة يا أما مركة وحلق الشيقية يا. دابا يتنوح الليالية وحي لدون عبارات دي دباجيرتي يدتك عادي هي اي كو هادلان ايا مركا علمادي مركا لو استعمالايا
ayadoo ujeedadu markaa ay tahay in la isqaadiyo oo la rido oo markaa sheekhan la ceebayo un waxaad arkaysaa mida qowl aljumhuur soo qaadanaya waa qowl baatila iska odhanaya qowl baatila maxay culimmadu isticmaalayaan adhar iyo asax iyo saxiix iyo mashhuur iyo maxay ereyadaa u isticmaalayaan yacni kalaa sii saxeeya kani waa qiil kani waa daciif kani waa mashhuur yacni waa cibaaraadka iyo luqada ay culimmadu leeyihiin weeye lisaanu ahlilcilmigu waa kaa laakiin isqaadinta iyo ridida iyo cayda iyo jaraaxinta iyo wax markaa ka fog weeye qofkaasina markaa weligood masiyiga culimmada markaa ha sheegtay ereyadaa markaa samaynaya walaysa min ahlilcilmi dariiqoodii wadadoodii ayadana midnaba ma hayo waxaad arkaysaa imaam suyuuti oo kale markii nin ku tilmaamay xaatibuleyl wuxuu ahaa habeen nin xaabaysanaya xaatibuleyl habeen nin xaabaysanayana dee quri buu helayaa jirif buu helayaa waxaa laga yaabaa inuu saxaro meel taa la qaato macnaha imaam suyuuti caalimka weyn inuu ognahay ayaa markaa saasoo kale ku sifaynaya waxaan tilmaamaya kitaabadeena qaarkood muqadimada cabdikariim zaydaan ninka caalimka kutubta waaweyn leh nin sheekaho inta layidhi masaladaasu qabaa ayaa halkay ka odhan lahaa masaladaasi sax maaha sababkuna waa sidaa ayuu markaa cay u dhigdhigay markaasuuhi waa garxiin surwaal xidha walyaman asbaxa alaana lilmambuudiina amhaal cabdikariim zaydaan buuri subxaana allah hada min akhlaaq alculamaa hada min lisaan alculamaa kaasi ma akhlaaqdii iyo dhaqankii culimmada markaa yani waa wax aad iyo laxaad maanta u badan runtii dhib badanna geysatay yani saaxadana markaa dhibaato badan ka geysatay aad iyo laxaad markaa waa in looga taxadiro oo markaa taay culimmadu markaa inoo sheegayaan lagu dadaalo weyn wayadkuru waxa uu sheegayaa buu ihi sheekhu maa yushaabihu tilka almas'ala masalada wixii shabahayay wayunaasibaha iyo wixii munaasibkaaba uu sheegay wamaa yufaariquha wixii faaruqaya masaladan markaa dee iyada ka baydhayay wuu sheegay wayuqariba iyo wixii u dhowaa wixii u dhowaanaya markaa isku dhaweeyeen wayubayinu maakhada alxukmayni labada xukun meesha laga soo qaatay ayuu caddayn waalfarqa bayna almasalatayn iyo farqiga u dhexeeya labada masalo walaa yamtanicu ka reebtoobi maayo sheekhu min dikri lafdatin lafdii sheegideed yustaxyaa laga xishoon min dikriha xuskeeda caadatan caad ahaan looga xishoon ida ixtaaja ilayha markuu u baahdo walam yatima tawdiixu oo caddayntu aanay ku dhammaystirmin ilaa bidikriha sheegideeda mooyaane fain kaanat alkinaaya hadday kinaayadu tahay iyo maldahu tufidu macnaaha macnaheeda mid faa'iideyn wa tuxasinu muqtadaaha si ay keenaysa xasilinaysa taxsiilan bayinan xasilin cad lam yusarix bidikriha sheegideeda caddayn maayo bal yaktafii bilkinaayati canha maldah oo maldaho ayuu markaa ku gaabdoomi wakadalika idaa kaana fi lmajlis hadduu majliska ku sugan yahay man laa yaliiqu dikruha bixuduurihi mid lagu sheego goob xaadiridiisa iyo goob joogidiisa ayana saasuu samayn oo maxaanu markaa waag sheegayna lixayaay wuu ka xishoon awli jafaayi ama goyntiisa iyo markaa adeegiisa iyo qalabsanaantiisa daraaddeed fayukanii can tilka lafda bigayriha ayuu kaga kiraayoonayaa walihaadihi lmacaani macaanidaa daraaddeed waikhtilaafi alxaali iyo xaaladda oo iskhilaafday daraaddeed wallaahu tacaala aclamay ayaa warada fii xadiidi nabiyi xadiidkii nabiga sala allahu calay sl ay gu soo aroortay atasriixu taara mararka qaarkood waxyaala laga xishooda inuu caddeeyo waalkinaayatu ukhraa mararka qaarkoodna uu ka kinaayado halkana sheekha iyo yacni wax gudbintiisii ayuu ka hadlayaa wuxuu leeyay walaa yamtanicu sheekhi ka reebtoomi maayo min dikri lafdatin lafdi sheegidii yustaxyaa min dikriha caadatan laga xishoodo sheegideeda caada ahnan ida ixtaaja ilayha marka u baahdo ereya yacni laga xishoodo sheegideeda iyo caddaynteeda sheekhu inuu sheego ka reebtoomi maayo laakiin waa marka loo baahdo walam yatima tawdiixu ilaa bidikriha ee aanay dhammaystirmaynin caddayntii meeshaa looga baahnaa iyadoo la sheega mooyaane yacni had iyo goraale waxaan dee xubnaha taranka iyo xidhiirka ragga iyo dumarka dhex maraa way inaga aragnay oo qur-aanka iyo sunnuhuba way asuraano way dadaan waxyaalaha noocaasoo kale ah haddii loo baahdo in la xuso oo aan caddayntiiyo wixii looga baahnaa halka aanay ku caddaanaynin sheegideeda mooyaane wuu sheegi fain kaanat alkinaaya haddayse tkinaaya si maldahan inuu u sheegaa tufiidu macnaaha macnaheedii
ملضها ساشيقيا وتحصل مقتضاه وحي كين سنة يسير وح حصلنا يا كنا يضا تحصيل بيينا حصل عد لم يصرح بذكرها وحبا أفق كل فن ما يشي قال لك إيش هذا بل يكتفي بالكناية عنها كناية هي ملضها أيوم بكل شيء وح قرار لم إذا بينا وكذلك إذا كان في المجلس هدي مجلس كان هي قابتن وحكى شيء جي وكل سجية هاي ما لا يليق ذكره بحضوره إذا أنا هبانين وح ينوي تسكوا شيء قو لحياة وكح شان يا دواء عيد حشاد يحور ما يمرك أكتي سكوله أيام فدي يوم مثلا الشيء جدي دوك حشان يا اللي إن علي بن أبي طالب مركو مديدة دوانا يين النبي صلى الله عليه وسلم لويديو مقداد الناس وتبو فري وينتي سوق أبي يعني مديبا يقص عتو وركل وين النبي صلى الله عليه وسلم سقوا ينادير كيها ينتي سوق أبي بخصوص مقداد الناس وديري أرندا مديدة سو ويدي أو لجفائه أما يعني وحن وشيء كرينين شفاقي سيقل الكيس او دواء قف هدو دونبو إساقرين مركا عي إيا هذا الحنية بلايك قصو بحضو أياد إعكرتا فيكني عن تلك اللفظة بغيرها لفظي مركا ووحو ككرا يونا إيا وحكرا إيا ملده يسكرا يوشي هدبا أرهنتا إساقو دليل كادي نوشيق إيا أيا ووحو لأي معاني دن أي نصو شاقنا إيا حالدان إسخلاف صن أيا إلهي با أوغي أي نكوحن بارينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقص أروتين مرارك غير كود أرهمها عدين تيدا مرارك غير كود من السيدة كرايا دا أقوط مين بل مثلا مركي دي حديث جي رجم جي زينادا لقى هد ليي نبي صلى الله عليه وسلم زينادا وحوه الدين يا صحابي يا سعد إنه زينيستي وارما لقى يا بايلا دون كطي ما لقى يا بايلا كرايا دو حقود دا يدي ساسولها وحو دونايا انو عدايا لانو حوق وين بقى مسالة كدلانايا حوق وين ايا كدلانايا ساد ردو مسالة سوكرة وو عدايني لكن مركة حديث جي كرة هوين اي دي رفاعة القرى دي اي نبي قوتهمي اي تلي كنتو عند رفاعة نيكا رفاعة الايلابة اي قبو واي فوري طلاق اي جينا ووچاري عبد الرحمن بن الزبير نيكا الايلابة اندبا دي قرس دي انما معه مثل هدوة ثوبيت دي نكها ألابتي سواء مرادة فرق يدو كرا بيتي مرادة فرق يدو كرا ويان بيتي مركزا النبي يقول حولي أتريدين أن ترجع إلى رفاعة نعم واحد ربطين أتكيه ربطين وغدا كانت كون قودو كيه ربطها لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ما يبو يكون قون ما يسيد كيه ربطين إلا إسنا أدنى أد مربيرا وقيسان نميسا إسنا مربيرا وقاكنا نميو بمعنى مر بيرا وقالوا شيء وحوية وجماعية قال ماذا أيو شيء نبي صلى الله عليه وسلم ساس وقكر أيوضي الله وذا قرن يقول لقوف أمي هل قرن من قال لقوس يدح دعه وحب أيده ما يكين إنه أنت أي شرط ساكو فلا مركا ما يشر أبو بكر بافري خالد بن سعيد بن العاص با مركا الباب كتاجنا يسوي سجرة إن مركا الله إذمه مركا سوى عليه أبو بكر وحوينا ذي وحي النبي قال تيس كل شهر يسوع ميارد مركا سمقر إنه رد ليامينين markaas soo kale markay cadeyn u baahatana yaani waa la cadeyn oo saasade loo cadeynaya inta kale markay cadeyntaas aan loo baahnaa kiraayadaas ay ku filan tahayna kiraayadaas ayaa ku filan ruuxi dubar ahayd ee nabiga sallallahu alayhi wasallam xayidkiisa uga taahira qadarisay weydiisay dewaakilaha yaani fursad qaado fatahari biha ku taahira qad keef fatahar bay tiir uga taahira qad wakii subhanallahi tatahari nabiga ku celiya dhowr jeer markii dambayl nabi waa hikeeyay si waati Aisha mar ay ka xayn jirtay u sheegtay markaa sidii ay markaa xaaydalka iyo caado ay uga tahay qaadanaysay markaa masalooyinka noocaas oo kala yani waa in mid waliba halku leeyahay la dhigo waxaad arkaysaa dad culimaha oo wax akhrinayo yani hadal aad u foolxun runtii de markay wax sheegayaan oo qaxare oo la yeeqsado markaa ku dhawaaqaya asira akhlaaq xumo markaa uu culimada ka yimaraysa qaar kood ayay ka mid tahay quraanku sida uu dadayo ee markaa wuxuu saaray antu libaasu lakum wuna libaasu huwa isutiin waqad afda baadukum qarkiin gaari yani gaarid buu ka cabiraya qasha iyo dabool buu ay quraan ka cabire saaso kale markaa in alfaada looga edebsado ayay ku wanaagsan tahay dar su'aalka inuu joogo wallahu aalam